عادي. يلا تبع علي العاب طلابي، هاي راح نعيد الفيديو من جديد. زين، هنا عندي جد مجموعه حل المعادلات لاستعمال القانون العام. المعادله اللي عندي عند 2 اكس تربيع زائد 3 اكس سالب 2 تساوي 0. احنا تفهموا طلابه بداية حلك لازم اول شيء تطلع قيمه الاي وقيمه البي وقيمه السي. قيمه الاي طلعناها ايش قد؟ 2. وال زي وسي سالب 2. ممتاز، هذول اللي راح تعوضهم بالقانون الدستور، تمام؟ اللي هو القانون العام. قانون الدستور شو يقول؟ يقول اكس تساوي سالب بي موجب سالب تحت الجذر، تمام؟ بي تربيع سالب 4 اي سي على من؟ على الاثنين اي. اكس تساوي 3 السالب نزل، تمام؟ قيمة البي جذب بابا عوضة ثلاثة عافية، موجب سالب تحت الجذر ثلاثة البي تربيع ثلاثة. قيمة الأي ايش قد؟ ثلاثة سالب أربعة. قيمة الاثنين اثنين. طبعا قبل شوي قلت لكم قيمة الأي هي قيمة البي جذب تقصدها. زين، السي ايش قد قيمتها؟ سالب اثنين. على اثنين بين قوسين قيمة الأي ايش قد؟ اثنين. ممتاز. طلاب، هنا انتهينا من عملية التعويض، راح ننتقل الى العمليه الحسابيه. العمليه الحسابيه هي مجرد عمليه ضرب او قسمة او جمع او طرح حسب الموجود عندنا. الاكس تنزل، اليساوي ينزل، خط كسر ينزل. 2 في 2 4. السالب بالموجب سالب 3 موجب سالب تحت الجذر 9. 3 في 3 9. خوش. سالب 4 في 2 سالب 8. سالب ايش قد؟ 8. سالب 8 في سالب 2 موجب 16. ابطال، موجب 16. هنا أنا ما عندي شيء، كله انتهى، بس اتخلص من هذا الجذر. اذا قبل الجذر اتخلص من عنده، بس اجمع اللي بداخله. انزل يساوي. الاربعه نزلت. سالب 3 نزلت. عندي هنا أنا موجب والسالب هم نزل. تحت الجذر. 9 زائد 16 قد 25. 25 على اليمين على الاربعه. شوفوا هنا عندك هسه الاجابه النهائيه، راح شوف عندك. هنا شوفوا اكس تساوي سالب 3 موجب سالب 25 جذر 5 على اليمين على الاربعه. زين، عافيه، جيد. شوف راح اقول اما سالب 3 اما اكس تساوي سالب 3 موجب 5 على يمين على 4. بيها تكمله بالحل. هنا السالب 3 زائد 5 ايش قد؟ 8. سالب 3 زائد 5 ايش قد؟ 2. موجب 2 موجب ايش قد؟ على 4. باختصار؟ نعم باختصار. ايش قد بيها؟ 4. ايش قد بيها؟ 2. اذا 1 على يمين 2. هذا شنو هو؟ او اكس تساوي هنا بالأمة خذينا الموجب، هسه ايش ناخذ؟ سالب 3 سالب 5 على 4. مجموعهم سالب ايش قد؟ 8. على يمين؟ على 4. ايش قد بيها؟ سالب 2. 4 على 8 ايش قد بيها؟ سالب 2. هسه انا انتهى السؤال اللي جاي، تقدر تقول هنا مجموع الحدين هو 1 على 2 وسالب 2 2 وست القوس، لا طلعنا قيمة اكس. واضح؟ نعم تمام؟